هلا صار عنا 115 شخص جايين يحضروا حفله التعارف. وكم واحد قد يحضر؟ قد يحضر 48. كثير حلو، لسه 3 ايام للحفله وفي هذا العدد، برافو. حتى تعرفوا انه ابو طريق لما بده يساوي شيء بيساويه. هلا اهم شيء طروق، انت وجهت لي دعوه للمخرجين والكتاب والنجوم اللي اطلق عليهم؟ طبعا، ولو يا تيمو. ايوه، وفي منه نوى انه يحضر؟ يعني لهلا لا. ولا قد يحضر؟ والله ولا قد. يا الله، معقولة ما يجوا؟ يطول بالك تيم، يعني لسه اليوم عملنا الصفحة. وانتي وينهم كرم وسمير؟ رح نتأخر على البروفا. هلا ما بتلاقيهم إلا وصلوا. مو انتي مساعدة المخرج؟ تفضلي حاكيهم. لك يطول بالك استاذ تيم، لسه معنا وقت. لسه معنا وقت ما؟ اصلا الممثل لازم يجي قبل بنص ساعة على البروفا، لأنه هيك قال برشت. يلعن عندي بك يا تيمو، لك شهيتني على سندويش همبرجر مع بيض برشت. طروق، مشان الله مو ناقصني، في براسي مليون قصة. ها لك يطول بالك. عنجد؟ انا رايح هلا على الهيئة الإدارية مشان اشوف الإعلانات والبوسترات، وانت يا ريت تتصلي بكرم وسمير لأنه رح نتأخر على البروفا، وبلاقيكم بالمدرج ماشي؟ حاضر دايركتر. دايركتر ما؟ شو بها؟ ليكونوا فاكرنا عبيد عنده ولا شغيلة يعني؟ إذا بتريدوا لا تحكوا على حضرة المخرج، ولا نسيتوا إنه أنا مساعدته؟ لا يا، يعني إذا مساعدة المخرج بتصيري فسفوسة لإله؟ إيه هيك بدي أرجع عنه. لا يا. أنت قاعد تعمل لي كاني وماني وشغلات من هالنوع؟ بجنن هالبوستر يا زلمة، شو بك؟ هو حلو بس تقعد شي تبسبس ولوتين هيك يا زلمه، صورتك شو واضحه فيه. انا مو هيك قصدي. لكان شو قصدك؟ وهذا اسمك كمان حطينا لك اياه بنص النجمه مثل ما امرت حضرتك، يعني مش ناقص غير تركب على كتافي وتدندل اجريك. يا استاذ عرفان، انا قصدي انه ليش مو عاملينه ملون؟ لا ملون، اسم الله ما اذكاك له ملون. شو يا زلمه، ما هو بكلف خير الله الملون. بس كان احلى. شو بقى اقول خالتي؟ بطلوا يعجبوك هذول لسه؟ روح شوف لي بغير كليات، إذا عاملين نفس الشيء بدي اقطع لك إيدي من هون أنا. خلص يا سيدي، فضلت على راسي. لا لو خيي، واجبنا ولو تكرم عينك. بس بدي أقول لك شيء، ضروري الإعلانات يتوزعوا بأسرع وقت ممكن. من هالناحية هذه أتهكلش هم بالمرة، أنا لسه هالدقيقة بحكي مع كل زلمي يروح ينشروا لك الإعلانات بكل الكليات وبكل مكان فيها. الله وإيدك. ولك تكرم شوابك. والله خلص الرصيد. خلص. هاي شباب، مرحبا. ليه شو هيك ولا هلا؟ ليش عم تكسبوا الشيء؟ لأنه كنا على الطريق. بعدين شبكي ليش هيك معصبة أنت؟ أنا معصبة لأني مساعدة المخرج وما بصير تسكروا بوشي، يعني بركي في شيء ضروري يا أخي. لا تبلشي هلا لميس، كنا عم نأمن الملابس، بعدين شوفوا شو جبت معي. بيروكة؟ أعطيني جربها، الله يوفقك. ظريفة كثير للميكساي. كتير. انا كنت البيت فوقاني تحتاني حتى لقيتها. والله برافو عليك، قسما بالله كثير حلوه. لك لسه في شغلات بتفلج معنا. ارجونا طيب. لا شباب امشوا امشوا، كثير حلوه. يلا يلا بيكون تاني ناطرنا. يلا 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 بسرعه يلا. استنوا استنوا شوي، طيب استنوا ليش عم تعمل هيك الكرم؟ المهم عبودة، ايمتى الميكس بيكون جاهز؟ لك دخيل عينك من القصة، ما بدك إلا الأد يعني. حبيبي الميكس تبع نفس السنة الماضية حطه وزيد عليها الكم غنية جديدة. يا عيني عليك، المهم حط لي هي غنية لمشي لك حافي. اي ممتاز، دخل عينك. وفي هي غنية بلا 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 ولا 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 مشكلة، ما بعرف ايه. تمام، حلو كتير. ومثل ما اتفقنا المرة الماضية على هي غنية انا شاب عم اسس حالي عم اركض والله. ايه دخل عينك، لانه هي فيها تشليخ، وانت مثل ما بتعرف الشباب بحبوا الايام التشليخ العاطفي. ايوة خلص امنت فيك. ها دخل قلبك، دخل قلبك حبيب قلبي، أحلى عبودة. يلا سلامات سلامات.
والله تأخروا الشباب. هلا هذا هو المخرج تاعي؟ ايه هذا هو. يلا واخيرا رح تصير حفلة التعارف. قطك رح تكون حلوة؟ شو حلوة وبس بتجنن وبتموت من الضحك وخصوصي هذا تايم. وانت شو عرفك بقى؟ هديك السنة حضرنا له الحفلة وكتير انبسطنا. يا حرق ديب وما ألزو. اه؟ حفلات بطيخ مبسمه. يعني انا هلق بس بدي حدا يقول لي شو بيستفيدوا من حفلات التعارف. والله ما بيستفيدوا شيء، يعني طحنك ومسخره. بس هيك في سؤال عم يطرح نفسه. تفضل. شكرا. هلا انت فايته سابقا على حفله التعارف شي مره؟ تف من دمك وائل، انا مستحيل فوت على هيك اماكن ابدا. بس شو؟ بصراحه انا كتير بسمع عن حفلات التعارف وبصراحه احكي وائل. بصراحة هيك هافة نفسي، مو أنا نفسي هافة هيك إني أحضرها. ما كان أملي فيك هيك يا وائل، أنت الشاب المثقف المجتهد يكون نفسك بهيك شيء مبتذل؟ يعني هلق شو فيها إذا رحنا وروحنا شوي عن أنفسنا؟ تروح عن نفسك بشيء مفيد، مو بهيك شغلات بايخة؟ يعني هيك قولتك سبا؟ لا، هي على قولة شكرية. ومين بلا صغرة الأنسة شكرية؟ هي شكرية بتكون أختها لزهرية، وزهرية أختها لجارتنا، بس هي من غير أمها. وشو بتقول شكرية؟ بتقول شكرية يلي بيلحق هو نفسه بيموت وما بيفرح بعرسه. شو بتقصدي؟ وأنا ما فهمت. يعني اللي بده يركض ورا شغلات فاضية، يعني لا بيلحق لا يأسس بيت ولا يتجوز. ما بيروح لعند فهمتوا؟ أعوذ بالله. مستحيل. معقول والله هذا جواهر اللي عم تنطقي فيه؟ لا والله درر وعم تلمع. ايه مزبوط مثل الجواهر. لأنه طيب شو رأيكم تشرفوا على المحاضرة؟ قفز الأرنب مات الأرنب كنت قريبا منه ألعب يا بحري هيلا 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 هيلا. طب ليش شوفي تاني؟ شوفي كرم ليش هيك عم تنط؟ عم تنط مثل البطريق يا أخي، نط من قلبك، نط مثل الأرنب. ليكني عم نط وما أحلاني، عم نط من قلبي. لا سيدي ما عم تنط منيح ولا عم تغني من قلبك، ومبين إنك ضارب كل المشهد. لك شبك تايم شبك، ليش هيك معصب علي وعم تعيط؟ يا كرم هذا شغلي وعليه اسمي، وانا بعمري ما تبهدلت بحفل التعارف. خيو انا من يومي بدقق على ادق التفاصيل، ما بحب يروح مني ولا تفصيل. لك طولوا بالكم يا شباب، مو محزه القصه. عن جد اهدوا والله مو مستاهله. قولوا له هذا الحكي له، لسه من اول ما اجينا على البروفا هو قاعد عم يتخلق ويتنكد فينا. خيو لاني مخرج والمخرج هو رب العمل. انت كمان كرم يعني نط منيح وخلصنا. شو مفكرني ممثل محترف قدامك للتيم شباب؟ ها لأنك مالك ممثل محترف لازم تسمع كلمتي. يا أما يا أما شو؟ يا أما لا تمثل. هيك صار الحكي هلا؟ الحق علي أنا من الأساس اللي إجيت مثل معكم.
خيو انا هي المسرحيه ما عاد بدي اياها، اشتغلوا لحالكم. طول بالك كروم كرم كروم، والله مو مستاهل القصه. طول بالك طول بالك يا اخي، يا فيني تطلق بالزايد نطوطه. لك يا مايا القصه مو قصه نطه، القصه بانه الاستاذ تيم بده يفرق كل عقده فينا، بس مو مشكله خلص كملوا لحالكم شو بدكم فيني. يلا باي كروم، طول بالك شوي. تعال يا كرم. لك كرم خلص شباب اتركوه يروح. ايه بس هيك بينقصنا شخصيه حسب النص. انا ما بيهمني هلا بلغيه، بغير الخط بموته، ما بيهمني كله. مو هيك القصه يا تيم، انت لازم تهدى عليه شوي. تيم طارق عم يحكي صح. ايه يلا شباب خلونا نبلش بروفا. مايا. نعم استاذ تيم. طلعي مثلي بدل كرم بهذا المشهد. انا ايه يلا 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 شوف يلا بس شو بس يلا. حاضر يلا شباب يلا يلا. حلمي خمسه يلا. أربعة ثلاثة اثنين. قفز الأرنب مات الأرنب كنت قريبا. إيه مايا طعم طعم يا بحري. هيلا 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 هيلا. فوق ما قبلت أني أشتغل معك وساعدك يا تين، بتقوم تعمل فيني هيك؟ بس مو الحق عليك، حق علي أنا من الأساس أني قبلت أشتغل معك. يا الله لك إيش مبينة حلوة الحفلة. إيش بك يطولي بالك، شو رأيك تصوصحي أكتر وتأجي كل العالم إنه أنت طاير عقليك؟ لك مو هيك بس عن جد مبينة حلوة، تيم طالع بياخد العقل. لك نوصي صوتك فضحتينا، رح تروحي كل توزينتنا على الفاضي. حاضر بس الشب مبين كتير ظريف. لا انت شكلك ناوي تنحرفي عن الطريق اللي رسمناه من ستين هلأ. مو هيك راب، بس والله العظيم علي بصدق انت اجي يوم الحفلة ونروح. ليش ناوية تروحي؟ ايه بدي روح لانه اذا ما بروح بطق قلبي. مع انه لازم ما نروح. ليش بقى؟ هاي القصة ما لها علاقة بالتوزين، بدي روح. والله أنا خايفة لما تروحي على الحفلة تصير عقلك وتصحي فيه لهاد التيم. طب خلص والله العظيم من هذا الموضوع لا تاكلي هم، والله والله لو وزنت تعلمته منك هذا الموضوع. طيب خلص ماشي، من هون لوقتها بنشوف شو بصير. إيه ماشي بس بدنا نروحها. قلنا لك إيه خلصنا. إيه قولي على طولي شو طالع حلو التيم. إيه والله أنا قلبي رح يوقف على ما أروح على الحفلة. قلتي شي؟ آه لا شو بدي كون عم اقول، يعني عم اقول خلينا نروح نشرب لنا شيء استدعي. لا ايش رايكم هيك نعزمكم على المقصف على صحنين مخلوطه مرتبه؟ لك انو مخلوطه كوكتيل فواكه مكسرات يقبرني الله. لا خريته ان شاء الله بيقبشني الغيلم. مرحبا. نعم بس بدي احكي معك. مشان شو الحكي؟ بس كان بدي اقول لك انه انا وخطيبي متخانقين وممكن ننفصل. يا ستي الله يختار لك اللي فيه الخير. معقول هذا الحكي ما بيغير عندك شيء؟ والله ما في شيء بيغير اللي صار. كرم انا اشتقت لك. عم بيجي لهون بس كرمالك انت وبس. وانا بشو بحسن في ايدك؟ ترجاك. بدي نقعد ونحكي شوي. لك والله هلكت انا من البروفا اليوم، هلكت. كان بدك اياها لهالدعكه، على اساس انت ما هلكت استاذ ما؟ ايه والله هلكت. هلا خلونا نطلع هيك على المقصف ونريح شوي ونشرب لنا شي شغله ونحكي بنتائج البروفا. لك اخ يا ويلي، لك انا اليوم هلكت هلكت من النطوطه. إيه لك لما كنت قلكم انه التمثيل من اصعب مهن العالم ما كان حدا يصدق. أه؟ هلا شوف شان كرام. خلص هلا بنشوف شو بدنا نعمل. انا اليوم بدي اياه يجي اليوم ها، ما عاد فيني نطوه بنوب. خلص إلا ما نلاقي حل. أنت تخليتي عني بأكتر وقت كنت فيه بحاجة لإلك لما توفى بابا. مو بس هيك رحتي فوراً حبيتي غيري. حبيت غيرك؟ كرم أنت اكتئبت واختفيت وما عاد داومت بالجامعة. حاولت كتير إني أتواصل معك وأوقف جنبك بس أنت اختفيت. بتقومي فوراً بترتبطي بشتاني؟
أهلي هن انضغطوا علي وبالأخير أقنعوني. أقنعوكي؟ لك القصة مانا هيك. أنت اختفيت من بعد ما عودتني عليك، وأنا كنت بحاجة لحدا يعبي محلك. وهلأ ما صار شي. دوري بتلاقي كتير شباب وأحسن مني بيعبولك هذا المطرح. خلص كرم، خلينا ننسى الماضي. سما لا تحاولي ولا تطلعي لي كل مرة بحجة لنرجع نحكي. كرم مو معقول انت شو متغير، بطل بقلبك ولا زرة رحمة. ان شاء الله موفق مشان المسرحية. سلام. يا حبيبي تعرف انه في مسرحية؟ لا وانا فوق ام قلع. ليش بكي وقفي؟ شو صار لك؟ اهلين سلوم، ما في شيء، اخذت اذن بدي اروح على البيت، تعبانة شوي. شو مريضة يعني؟ لا ما في شيء، بس شوي تعب تعرف يعني. طيب كمان انت ريحي حالك شوي. طيب شو بدي اعمل يا سلوم؟ اذا كل يوم بدي اشتغل في المسرح تعرف انت يعني. معك حق والله، معك حق. يلا بعين الله، يعني الا ما تفرش. يلا بدك شيء بدي اروح انا. ليه باكي حالك؟ ليكي بكره بعد الدوام فضي حالك. ها نشوفي. عازمك على اكل كتير طيب، رح تحبيها كتير. قول والله. مع السلامة. باي. الا ما تفرش. بس امتى؟ استغفر الله العظيم. اخر الاخبار، جرائد اليوم. هي الله وكيلها. آخر الأخبار هي جرائد اليوم. شو بدي يصير؟ لازم أسوي. عليه بالشباب. عليه سلوم. عليه سلوم. طمني شو صار معك؟ أخي مشي الحال. يعني وافق صاحب المقصف يكون سبونسر للحفلة؟ وافق بس بشرط. وشو هو الشرط على صغره؟ أخي أول حفلة وآخر حفلة بتوجهني شكر بما أنه راعي الحفل. هاي مقدور عليها. وافا يعطيكم كل يوم ساندويشتين وكاس الشاي لكل واحد فيكم. إيه لا هيك قليل كتير. أخي هي شروطه. أخي خلص موافقين. كأنه في مخرج هون ما. عفواً عفواً أستاذ تين، أنت شو رأيك بهذا الموضوع؟ ماشي موافقين. طيب وهلا شو بتحبوا تاخدوا؟ بس بدي روح أنا ولميس مشوار وبنرجع. بس لا تتأخروا لأنه بدنا نحكي بالبروفا. ماشي؟ حاضر أستاذ تين، امشي. يا أستاذ شو بدكم؟ طعم قهوة. ماشي سادة الله يخليك. على راس. هلا حبيبي انت بتفوت له الجملة، بتفوت انت من المسرح من الكوالوس لعنده دغري، قل له الجملة هيك يعني بطريقة انه خليها فيها هيك طرافة، عرفت شو؟ ما دير بالك. بس لا تنسى الاكسسوار بالكواليس. طيب بركي تلبك. خلصنا كروم عن جد تيمو قضي زاجات يا سيدي، ومو محرزة تعملوا من وراها زعلة. دق محرزة، ما نكون شايفينه كيف قالب نفسية وما عم يتحاكى؟ هو مشلوش وبراسه ألف قصة. لك أنا من الأساس ما كنت بدي مثل، بس قبلت مثل كرمال ساعده بيقوم بيبهدلني قدام الكل. خيو كرم رفيقي وعلى عيني وراسي، بس إنه يرجع يشتغل معنا بالحفلة والله صعب كتير بعد اللي صار. إيه لا أنت كمان لازم تطول بالك عليه، هو ماله ممثل وعم يشتغل معنا فزعة. خيو أنا ما بدي حدا يشتغل معي فزعة، أنا مخرج من زمان هون بهي الكلية، ما بدي بهدل اسمي. يا تيم روق وطول بالك، خلينا نحل الموضوع ونرجع كرم بقى. صعبة كتير والله. لك ما بيكفي حاطط صورة لقلو بالإعلان هالقد قدة ونحن صورنا قد الدبانة؟ هلأ شو بنفهم من هاد الحكي؟ يعني حضرتك مانك رح ترجع البروفات؟ صعب كتير. لك من شانك الروم؟ لك هذا تيم طلع واحد عن جد؟ إيه علينا، خلصونا بقى، قيمونا من هالسيرة؟ لا ما رح نقيمك. طيب يا سيدي انا ما عندي مشكله يرجع، بس بده يرجع لعندي ويسمع كلمتي واللي بقول له عليه بالحرف الواحد. طيب انت حكي هالحكي مستحيل.
مستحيل احكي معه، مو هو اللي ترك البروفا. أنا شو بستفيد إذا فت معكم بهالشغلة يعني؟ هلا أنت بتعطينا حق الديكور، مبلغ بسيط، يعني شغلة 3000 ليرة مو أكثر. ونحن بالمقابل بنذكر اسمك قدام الطلاب اللي بدهم يحضروا الحفلة. إيه لا يا سيدي ما في داعي، أنا اسمي معروف كل الجامعة أصلاً، ما في داعي أدفع مصاري مشان تحطوا لي اسمي. أنت هيك بتحس بديع. شبك لك بديع؟ هي دعاية إلك ولمكتبتك. إيه ما عبت في راسي القصة بنوب. إيه على راحتك. بس لا تزعل منا لأنه نحن مضطرين نروح على مكتبة الراجحة. مكتبة الراجحة؟ لك هذا عدوي يا زلمة. يا حبيبي يا بديع، نحن مضطرين نعمل دعاية للي بيدفع. هيك؟ ماشي بدفع بس مو 3000 كتير. قديش يعني؟ 1500. لا ما بيمشي الحال بنوك. أخي 2000 وهذا آخر كلام. موافقين. اتناقشت معنا؟ شو؟ المخرج سامر البرقاوي؟ لك شبه؟ كاتب بوست بانه جاي يحضر اكيد لانه بيحب الشباب ومواهبهم. بحياة ربك. ايه والله هذا مخرج مهم بالبلد. حلو حلو كتير. لك حتى تعرفوا فوادي. يا جماعه لا تستبعدوا شيء، هذا من كتر ما له مجنون وعبقري ممكن يساوينا نجوم. حلو انزل. طب امشوا امشوا على البروفا هلا. يلا يلا امشوا. ايه والله يلا 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 كرام استاذ كرام. يلا كرام يلا سابينك لحالك. وانا ما بدي عشان تكمل جاي هذا المخرج كمان أحلى يصيروا نجوم وأنا عم استنى الهوى. لا وما حلوة كمان سما جاي تحضر بدي ينبخع قدامها. لا وكمان بدهم ياكلوا ببلاش من المقصف. يا سلام. يا شباب مشان الله ركزوا معي، القصة صارت جد أكثر لأنه جاي المخرج سامر بالقوم. طيب ماشي يلا خلونا نبلش. يلا يلا شو ها شوفي مين إجا. أهلين كروم. لك نورت نورت يا أحلى ممثل بالعالم. الفتاين ولا قسم بالله كنا حنترك البروفا وخليه يحضرك لحالك سامر بالقوم. بعدين يعني زودت أنا سويت مخرج زيادة عن اللزوم فهمان عليك. أنا ما عندي مشكلة بس خلص لفة فور كروم. اشتقت لكم. ونحن اشتقنا لك تقبر انت. فوت اهلا وسهلا شرفتنا. فوت تفضل. يلا مكانك. راوي. شو قفز الارض؟ يلا طاف. قفز الارض. خاف. قريب قريب. صح بدك تفهم. قفز الارنب. خاف الارنب. كنت قريبا منه العب. يا بحري.
Oh.